غلط. انت واخواتك بقى، انتوا ثلاث بنات، اه تقعدوا تتخانقوا على اللبس بقى، مين هياخد ده ومين هتاخد دي بس ديو. كده يلا يعني خناقات بس، تضربوا بعض يعني، بتوصل ان نستنى مين هتنام، خبوا الشراب بالليل تحت البخده و... تنام الاول عشان الحق يعني، برضو لسه في الخطط دي لحد ما كبرت وبتاع، لسه لسه وبستنى لغايه ما تيجي من السفر عشان يعني ماسك بتسافر كتير، تحمل بالشنط واللي يلحق يلبس بقى. اه يعني خش انت بس في شنطه يا حبيبتي، حمد لله على السلامه. وانت بس اصلا على الشنطه مش فارقه معاكي، رجعت قوي قوي قوي. جبتي ايه؟ جبتي ايه؟ لا 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 فرجيني. لا واحلى حاجه تك ده ستايل ده تحفه، بس وحش عليك، ده هيتخنك شويه انت عارفه. ده يبقى احلى. فتقعدي تديها كل الحاجات اللي مش عاجباكي بالظبط كده، والشنط بقى والكلام ده. اه لا طبعا انا اكتر واحده بصراحه يعني ممكن تقول في البيت حرميت هدوم يعني، ارمي عيني كده بس بالنظره كده. اه ده تمام. يبقى دولاب واحد؟ لا احنا ساكنين قدام بعض. انا ما كنت متجوزه، كنت قاعده، انا اشترطت ان انا اتجوز في الشقه اللي قدام مامتي عشان اللبس. دي حاجة طبعا انت رامية لقدام، كنت قلبي حاسس اني مش مكملة. انا عارفة ان انا هتطلق قريب، انا عارفة راجعلكوا تاني، انا عارفة ان انا هبقى يعني مع بعضينا، ما تقلقوش مش هنبعد عن بعض كتير. فانت ذكية بقى، عندك دولاب لوحدك وهما الاثنين عندهم دولاب واحد بالظبط، واي واي مفتاح شقة. اه هما معهمش مفتاح شقتك؟ لا طبعا. النسخ بقت مترمية في ايديهم بعد كده.